أهلا وسهلا بكم أحبتي يسعد صباحكم جميعا صباح مبارك يا رب يجعل صباح مبارك وبدء فصل الشتاء مبارك فلكيا إن شاء الله آه هذا اليوم تعلن الخارطة الفلكية عن بدء انتقالة الشمس ودخولها إلى برج الجدي وبدء فصل الشتاء بالنسبة إلى الخارطة أو الوضع الفلكي حين تدخل الشمس إلى برج الجدي يعلن الفصل الشتاء نفسه وهو مبين علينا داخل علينا من أول يوم شوية أكو كذلك من تدخل في يوم 21 ثلاثة يعلن فصل الربيع وكذلك في 22 ستة يعلن فصل الصيف وحين تدخل الشمس إلى برج الميزان يعلن فصل الخريف فهذه الفترة تعتبر انتقالية بدء سنة فلكية لمواليد برج الجدي وهذا شيء مثمر في أنه كانت هذه السنة نوعا ما بوجود الكواكب وكذلك بوجود كوكب زحل في البيت الثاني والمشتري فكانت عناصر ضغط فمع بدء دخول الشمس هذا رح ينطي فد نوع من الإيجابية رح ينطي نوع من ال يعني الانفتاح مواليد برج الجدي هذه السنه والسنوات السابقه كانت بالنسبه لهم دتمثل يعني سنين عاصفه نوعا ما تمتحن كل خبراتهم وده كل صبرهم وده كل قدرتهم على التحمل وتحمل المسؤوليه وكذلك مواجهه الصعاب فكانت سنه اللي تسبقها تجريبيه واستمرت هذه الفتره مع وجود زحل في برج الدلو، وجود زحل في برج الدلو وكذلك المريخ الان في البيت ال12 وكان موجود في مواقع ايضا مثل السرطان وكذلك موجود في مواقع مثل الميزان فاستفز حياه هذه المواليد في انه سبب لهم بعض الالام سواء كان على صعيد الذاتي على صعيد الأسرة تعب يعني فد أشياء إن شاء الله يكون الإنسان قادر على تحملها كل ما يصبح صباح جديد فدخول الشمس يعتبر فد أمر جميل جدا في أنه راح تتخلصون أزائي مواليد برج الجدي من طاقة طاقة الشمس القوية وكذلك عندنا ايضا بلوتو متواجد عندكم والزهره متواجده عندكم وهي في حاله تراجع. دخلت الشمس لكن دخول الشمس راح يكون فد عنصر يغطي كل كل هالامور وراح ينطي فد مجال ايجابي، فد مجال ايجابي للحياه، يعني كانما فد نافذه امل انفتحت. هذه النافذة الأمل هذه هل من نافذة الأمل اللي انفتحت بمغادرة المشتري برج الدلو راح تتوسع راح يروح البرج الحوت وهذا راح يساعدكم جدا في تطوير أوضاعكم وتحسينها نحو الأفضل فمبارك بدء السنة الفلكية يا مواليد برج الجدي إن شاء الله ربنا يجعل أيامكم مليئة بالخيرات نستفيد من تجارب السابقه اللي مرت بحياتنا وما نفقد الامل ونبقى على وضع التشاؤم لان هاي مشكلتكم صراحه، لكن نريد هذا ينتقل مع ما مضى ويذهب مع ما مضى ونبدا ان شاء الله حياه جديده واشراقه جديده. احيانا الانسان يكون الوضع او تاثير الكواكب عليه شويه ثقيل. وهذه السنه ثقلت جدا على مجموعه ابراج كان الـ 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 يعني الجدي احد المثقلين بعدين الدلو بعدين العقرب الثور الاسد بصراحه تعبوا الحوت ايضا تعبوا الحمل تعب كلها هاي ظلت هذه الفتره يعني شويه دت كل ما تكون حركه الكواكب في موقع تربيعي مع كواكب فهذا راح يشكل لنا فد نوع من التاثير اللي شويه يستفز اعصابنا او يستفز ظروفنا او حتى يستفز الوضع بصوره عامه، اذا كان يخصنا او يخص احد من هم تابعين النا او احد احبائنا فهذا الوضع يتطلب من عندنا رؤى ايجابيه. فدخلت الشمس وعلنت بدء فصل الشتاء ودخلت إلى برج الجدي الترابي هذه الثلاثة أشهر أريدكم شوية تشدون حيلكم مواليد برج الجدي لأنها راح تعتبر فترة إيجابية بالنسبة لكم فترة البذر والحراثة لكي تنتجون إنتاجكم في كل أنتو تبدأون في مستهل السنة تعملون وكما تتعبون لأجل أنه تقدرون تسيطرون على الأمور أول شيء نسوي مواليد برج الجدي رجاء نترك ما مضى نترك ما مضى ونقول يا الله عندنا ثلاثة أشهر يعني تقريبا 90 يوم حلوة بعد ذلك راح يدخل لكم المريخ الموجود بالقوس فراح يخليكم أكثر جرأة أكثر قوة أكثر صلابة بعد ذلك راح تبدي تتنقل الزهره في بيت المال، فراح تمنحكم فد دافع ايجابي او فد فرص حلوه مثل حاله ابني العزيز اللي كان ضيفنا الكريم في الفقرات السابقه، الفقره السابقه في انه تعزز مواهبكم، تنطيكم فد نوع من الابداع، تغيير تغيير يعني يجب علينا في حياتنا انه اذا نظل مجلبين في فرد شيء يكون مادي او يكون عملي او يكون شيء مو انساني يعني اذا نظل مثبتين ومعاندين على فرد شيء هذا راح يكون من سمت الخساره لكن الربح هو انه لما الانسان يحاول ان يفتح افاق جديده لحياته اشغال جديدة، يعلم نفسه على طبيعة جديدة، شي يسوي الانسان؟ يجب ان يواكب الظرف، يجب ان يواكب الظرف. فهذه الفترة راح تكون تشجيعية حتى تواكبون الظرف، حتى تفتحون افاق جديدة لحياتكم، حتى يكون عندكم مخزون من الحكمة والدراية في طريق طرق الحياة، هذه راح تساعدكم جدا احبائي مواليد برج الجدي. نرجع نبارك لكم من جده وجديد ونقول يا ربي يا مواليد برج الجدي ان شاء الله سنه فلكيه تبدا من 21 12 لغايه 21 12 سنه 2022 اريدكم تكونون قواي وكذلك تواجهون الحياه فترات راح تجيكم حلوه في السنه المقبله نقول يا الله آه الابراج المستفيده من هذا الدخول آه دخول الشمس وتغيير الخارطه الفلكيه التي سوف تصبح انه الشمس في برج الجدي آه كذلك كوكب بلوتو بالجدي عادي يعني آه راح ينتقل بعدين للدلو آه عندنا آه الزهره بالجدي لكن بحاله تراجع عندنا كذلك آه آه عطارد ايضا آه يعني في الجدي فهذه هذا التجمهر الكوكبي راح يدعم هالمواليد رغم تراجع الزهرة لأنه تراجع الزهرة تخص أنه ننتبه من أمور الأمراض اللي تخص الزهرة وكذلك الامتناع عن عمليات التجميل هو الواحد يعني مثل ما يقول إذا متعب بحياته وديفكر يسوي تجميل يعني أكو أشياء يمكن تكون إلها أولويات اللي يفكر في هذه الفتره ما راح تكون صالحه لل... لل لذلك بعد ذلك راح يدخل لكم المريخ ان شاء الله ايضا راح يكون لنا فد فد تجمهر داعم يقوي يساعد ي... يحصل عليه استشفاء من امراض المشتري راح ينتقل للحوت بعد كم يوم رح ينطيكم دفعة أكثر قوية من ناحية التعامل مع الآخرين من ناحية الأسفار فهالأمور هذه نتمنى أنه تكون شوية تنطيكم تفتح أمامكم آفاق فابدأوا بالخطوة الأولى رجاءً ولا تبقون قابعين في هذا الوضع ننتقل الى ابرز التوقعات نتيجه لدخول الشمس مع عطارد مع بلوتو مع كوكب الزهره المتراجع في برج الجدي عندنا ببرج الدلو زحل والمشتري بدرجات الاخيره جدا بالدلو لانه راح يغادر الى الحوت الحوت ده يستقطب نبتون اورانوس بحاله تراجع في برج ال التور والمريخ ون... و... في برج القوس الناري تم بوحده كانت الشمس وياه تم بوحده فكذلك عندنا القمر هذا اليوم ما زال متواجدا أحبتي في برج السرطان هاليوم عنده فترة انتقال رح يروح بكرة إلى برج الأسد الناري إن شاء الله فهذه الفترة يعني تعتبر ما ما هي دخول الشمس إلى برج الجدي وعلى ماذا تسلط الأضواء مع هالكم من الكواكب الموجودة في برج الجدي؟ فدخول الشمس رح يعتبر فد عنصر إضافة عنصر وعنصر قوي طاقة نووية عنصر قوي يعني مو هين في أنه يدخل إلى بين قوسين الشمس تعتبر الانا والشخصيه الزهره تعتبر المحبه والعاطفه عطارد يعتبر الحركه والفكر وكذلك بلوتو يعتبر الطاقه للبناء من من جده وجديد من بعد ما يكون الانسان وصل الى مرحله يعني لازم ينهض بها من جديد وتعتبر تاثيراته بعيده المدى. مواليد برج الحمل مولود برج الحمل راح يكون عندك انت آه هذه السنة شو شنو اللي صار بالسنة كلها من تعب من مشاكل من أمور مريت بيها كأن يكون هذه الفترة راح يجي وقت الحصاد يعتبر بالنسبة لك هذا التجمهر الكوكبي في برج الجدي فترة حصاد فأنت بإيدك إذا حصدت نتيجه افعالك فراح تحصد بالايجاب، واذا يعني كانت ردود فعلك مو المطلوبه بالمستوى المطلوب، لا ما راح تحصد نتيجه افعالك راح تخسر فلذلك في هذه الفتره تعتبر هذه الفتره امتحان للجهود من ناحيه العاطفه لان الزهره من ناحية ال ال الأنا اللي هي الشمس، من ناحية كذلك عطارد اللي هو الفكر، فعليك أن توظف الفكر مع الأنا، مع العاطفة لكي تعرف شلون تكون لك فد، فالتشكيلة هذه التشكيلة هي اللي راح تكون الحصاد. يعني شوية الطبع ال أحياناً الطبع يكون غالب يقول لك الطبع غالب وهذا مثل يقال دائماً وصح هو أحياناً الطبع يغلب التطبع والطبع هو اللي يغلب طبع مواليد برج الحمل عاطفيين متسرعين يتعصبون من أبسط الأمور ويتخذون قرارات شوية تكون مبنية على أسس عاطفية لكن أحبتي هذه المجازفة ممنوعة وظفوا الفكر عطارد يقول لك وظف فكرك تريد تنجح وظف فكرك وظف الأنا وظف العاطفة شوية خلي لهم في الجدولة شوية صبر شوية اندفاع شوية مجهود راح تحصل على النتيجة فيعني في لابد من ذلك في هذه الحياة مواليد برج الحمل مواليد برج التور دخلت الشمس إلى موقع جد إيجابي يعزز من وضعك جداً بعد ما تعبت راح يكون وجود الشمس ايجابي جدا راح يساعدك على تطوير الذات على معرفة كيفية التصرف مع الآخرين رح تبدي تسمع نداء روحك أكثر من بقية الأشياء وحاستك السادسة في أنه هذا الشيء أنا ما أريده وهذا الشيء معروف يعني راح يكون عندك هذا النداء الروحي أكثر يساعدك في حياتك تقبل الآخرين راح يكون أكثر يمكن دي الفترة الضاغطة خلتك تبتعد أو تنسى أشياء أو ناس في حياتك لا هسا راح تبدي ترجع تتواصل وياهم يا ريت يكون صلح إذا كان ناس مهمين في حياتنا يا ريت يكون فتح صفحات جديدة نبدأ صفحة جديدة خصوصا مع انتقالة المشتري للحوت راح يكون الوضع شوية مضبوط فشدوا حيلكم، لا تبقون اه على الوضع السابق، صفوا الاشياء للصالح وللخير. مواليد برج الجوزاء، مواليد برج الجوزاء تقول انه هذه الفتره راح تعتبر اذا شديتوا حيلكم مضبوط تعتبر فتره حصول على وظيفه او وظيفه مو يعني مثل شلون يقول اه مماثلة أو بديلة ممكن إنه تحسنون دخولكم، ممكن إنه تنفتح لكم أسس تحصلون على قرض أو تفتحون مشروع يخص الأموال أو تكون هذه الفترة يعني شوية مشروع الأموال لا لأن عندنا زهرة يعني متراجعة لكن لا يعني ذلك انه احنا ما راح نقدر شويه نحط لنا في الجدول لوضعنا المالي في انه راح نقدر نعزز او نسد ثغره في جانب مادي بيت التمويل والقروض عندنا ندخل الى مجاميع السرطان دخول الشمس الى برج السرطان هذا ايش راح يعزز مع دخله المشتري الى الحوت راح يخلي مواليد برج السرطان عندهم رغبة في الاستقرار، عندهم رغبة كبيرة في الاستقرار، فراح نسمع كثير من مواليد برج السرطان والجدي راح يدخلون القفص الذهبي، منهم من يدخل في قصة حب ومنهم من يريد يرتبط، يخطب، يتزوج، راح يختار شريك الحياة، فهالفترات هذه وراح تتعزز مع دخول المشتري الى برج الحوت، فهذه الفتره تعتبر فتره استقرار ورغبه في الاستقرار. وكذلك بالنسبه للمرتبطين، الرغبه في الاستقرار، هذا التعبير بالنسبه للعازبين الرغبه في الاستقرار، وبالنسبه للمتزوجين يجب ان تسعون الى ان يكون هناك رغبه في الاستقرار. اذا حدث في نوع من يعني التخالفات في الرأي أو في الظروف شوية معكرة للمزاجات خصوصا إذا كان الشريك جدي أو حمل أو ميزان أو جوزاء أو حتى أسد فهذه الفترة أريدكم لازم أنتوا تحافظون وما تخلون الـ الـ صوت الـ الخلافات يعلو هذه الفترة نحتاجها جدا في انه نكون اكثر حريصين في علاقاتنا مع الشركاء سواء كانوا عمل ام عاطفة. ننتقل الى مواليد برج الاسد، دخول الشمس الى برج الجدي راح تعزز من وضعك في انه تحكم على روتين حياتك، كيف يكون روتين حياتي وبايدي انا روتين حياتي. اذا مشيت وراء بعض الأفكار الغير مفيدة فرح أفقد احتمال أفقد وظيفة أو أو يعني يعني إذا أهملت في جانب الصحة فهذه الفترة مشجعة جدا للاستشفاء ومشجعة جدا للحفاظ على الوظيفة أو إيجاد وظيفة بديلة فلا تستعجل في أنه أنت قبل لا تجد شيء بديل تترك يجب أن تجد شيء بديل حتى تترك فهالأمور هذه كلها راح تساعد في أنه تكون لك تفكير إيجابي ومنطقي ومبني على قاعدة قوية وأساسية حتى لا يصير في حياتك نوع من التأرجح مجاميع العذراء مجاميع العذراء تقول حي الله العاطفة فترة مناسبة جدا للإنجاب فترة مناسبة جدا انتم مثل زملائكم الجدي وكذلك السرطان كثير منكم من راح يدخل في علاقة عاطفية وراح تنتهي بارتباط، فترة ارتباط جد قوية لمواليد برج العذراء، كثير منهم راح نلاحظهم هم ايضا راح يكونون يا اما يقررون الخطوبة او الارتباط. فترة للانجاب فترة ايجابية جدا جدا مناسبة، طاقة الكواكب راح تستفيدون منها رغم تراجع الزهرة، الشمس راح تطغي عطارد راح يطغي بلوتو راح يطغي فهالفترة هذه كلها اريدكم تكونون اكثر يعني اشراقة في حياتكم واكثر رؤى، العاطفة يجب ان تدخل في مجالها الايجابي فان شاء الله تكون حياتكم مليئه بالخير بالخيرات بالتاثيرات الايجابيه ان شاء الله وصلت الى برج الميزان ان شاء الله بكره اكمل لكم البقيه التوقعات لانه وقت الفقره ازف شاكره لكم حسن المتابعه انقل الاجواء الى ماس ومصطفى شكرا لك سجنان يعني من يوم الى يوم اكو اختلاف دي يصير بالأبراج وبال...